أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة التي أوصانا فيها المولى سبحانه وتعالى بأن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نكثر فيها من الدعاء، وأن نكثر فيها من الاستغفار، وأن نكثر فيها من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل في هذه الليالي الكريمة المباركة، سائلين المولى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم، بأفضل الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم هذا بصائر من ربكم
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. في هذه الأيام الكريمة المباركة وهذه الليالي الطيبة المباركة التي تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، أيها الإخوة المؤمنون، أمرنا المولى سبحانه وتعالى بطلب العلم، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة تحث على طلب العلم، والأحاديث في سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تترى تحثنا على طلب العلم. حول طلب العلم تحدثنا واعظة الأوقاف المصرية الواعظة السيدة دينا جدامي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم عن قيمة مهمة جدا في حياتنا، قيمة فضل الله بها سبحانه وتعالى الإنسان على سائر المخلوقات. لو جينا نبص على أول آيات تنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول رحمات تنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام هنلاقيها كلها بتتكلم عن العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب الآيات دي كلها لو بصينا كده هنلاقيها بتتكلم عن العلم، عن القراءة، عن القلم اللي هو أداة للتعلم. طيب ليه اشمعنى؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين للإنسانية كلها، بيشمل كل جوانب الإنسانية. صحيح إنه أشرف العلوم علوم الدين، ولكن الإنسان محتاج إلى العلوم كلها علشان ينور بصيرته، فلما بينور بصيرته بيزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. بيبشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببشرة جميلة جدا، بيقول لنا إيه؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا في الجنة. طيب يعني إيه؟ يعني الطالب اللي بيتعلم في مدرسته في جامعته، الموظف اللي بياخد كورس علشان يتعلم وينمي قدراته، العامل في المصنع اللي بيتعلم صنعة يفيد بيها البلد، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل له أثناء هذا التعلم طريقا للجنة. يعني الطريق سهل جدا، بس مش شرط واحد بس، إن يكون العلم ابتغاء مرضة ربنا سبحانه وتعالى ويكون علم نافع. طيب إيه بقى موضوع القلم؟ ربنا سبحانه وتعالى أقسم به في سورة وقال:
نون والقلم وما يسطرون. فلولا القلم ما كانش وصلت لنا، ما كانش وصل لنا القرآن، ما كانش وصلت لنا حضارات الأمم السابقة، ما كانش وصلت لنا حاجات كتير جدا. فالإنسان يحتاج إلى العلم علشان ينور بصيرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد كلمة العلم هذه نختتم هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي الكريمة الطيبة المباركة، نختتمها بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. اليوم عيد في القلوب وحولنا ذكراه تبقى في مدى الأيام. بالعيد نفرح قد أتى بسروره في صحبة الجيران والأرحام، والقلب يغمره الرضا بسعادة لرضا الإله تفوق أي كلام. جاء الزمان بفرحة فيها المنى، عفو من الرحمن بعد صيام. طابت قلوب المؤمنين بشهره، وتعانقت بسماحة ووئام، وتعلم الأبناء هادي نبيهم بالصفح والإحسان في الإسلام، وتعلم أبناء هادي نبيهم بالصفح والإحسان في الإسلام، بمودة وبرحمة وتبسم، بمودة وبرحمة وتبسم كالمصطفى في وجهه البسام. نبي الهدى صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه.